السلام عليكم أصدقائي وأشقاء الدرجة النارية. اليوم غادي نتعرفوا كيفاش أن هوندا اس اش تطورت من 1994 حتى 2020. ودابا غادي نتعرفوا على الشركة هي الأولى. شركة هيوندا هي شركة لصناعة السيارات وأكبر مصنعة للدراجات النارية في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة طوكيو اليابانية. بالإضافة إلى صناعة السيارات والدراجات، تقوم الشركة بصناعة أجزاء الأعشاب وكذلك مدافع الثلوج ومحركات خاصة بالقوارب ومجموعة توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من المعدات الكهربائية والميكانيكية، وتم تأسيسه في 24 سبتمبر 1948. قبل ما تلقى هيوندا اس اش لأول مرة في 1984، كانت هيوندا معروفة بسوبر كيوب اللي تم إنتاجها في 1958. ودي هي أول هيونداي اس اش كتخرجها الشركة تاع هيونداي في 1984، واللي كان الديزاين تاعها على هاد الشكل هذا، واللي كان في السنان تاعها 50 سنتيمتر. وبعد مرور 12 عام هوندا اس اش كتصدر الموديل الثاني اللي هي اس اش اللي فيها 100 في السلام، اللي في 1996، يعني اللي كان الفرق بيناتهم 12 عام، واللي كاين ديزاين تاعها على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وبالنسبه لي اول مره كيدخل القناه، ما ننسى انه يشترك ويدقق الجرس باش يوصلو كل جديد، ونتمنى انه يعجبكم الفيديو وما تنساش تكملوا حتى الاخر. ومن بعد 5 سنوات كتلقى هوندا اس اش الاصدار تاعها الثالث، اللي هو هوندا اس اش 150 في السيلان، واللي كان ديزاين تاعها يعني متطور. وكما كتشوفوا ان هوندا اس اش كتطور من 1984 حتى 1900 حتى 2001، وهذا هو الشكل تاعها في 2001. والان مع الاصدار الرابع اللي في 2005 اللي مدته شي 4 سنوات، يعني واللي خرج فيه جوج فيرسيون. الفيرسيون الاول هو 125 والفيرسيون الثاني هو 150. كما كتشوفوا هذا هو الديزاين تاعو، يعني مبدل شويه على 2001. واول اصدار الهوندا اس اش 300 في 2007، يعني اس اش 300، يعني اللي اول مره بانت في 2007، يعني اللي خرجت هاد الشركه تاع الهوندا اس اش. وهذا هو الفيرسيون الخامس اللي هو موديل 2009، اللي خرجوا فيه جوج انواع اس اس 125 و150. كما كتشوفوا هذا هو الديزاين تاعو، ومختلف شويه على 2005.
نتمنى انه يعجبكم الفيديو، ما تنسوا انكم ديروا لايك وتشاركوا في القناة وتدقوا جيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوا تخلي لنا كومنتير شبالكم في الفيديو.